صباح كان عندنا بطولنا 15 حريق منتشرة عبر 8 ولايات، تم إخماد 4 حريق، تبقوا لنا 11 حريق موزعين على 7 ولايات. أهم هذه الحريق بولاية البويرة، عندنا حريق مهم، وكذلك ولاية بجاية وولاية سكيكدا. الإمكانيات الحماية المدنية تقوم بعمليات الإخماد في جميع الحرائق 11. بالنسبة للوسائل الجوية تقوم بعمليات الإخماد على مستوى ولاية البويرة وكذلك ولاية بجاية وولاية سكيكدا. تم تنصيب مركز قيادة عملي على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية تحت قيادة المدير العام للحماية.